الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلنبدأ الليلة بعون الله عز وجل الدرس الثامن. قال: الدرس الثامن. نعم، شيء جمال، اقرأ. هذا الرجل تاجر، وذلك الرجل طبيب. اسم التاجر اسم الطبيب طبيب. هذا البيت تاجر، وذلك بيت طبيب. بيت تاجر أمام المسجد، وبيت طبيب خلف المدرسة. لمن هذا سيارته؟ لمن هذه السيارة؟ ولمن تلك؟ هذه السيارة للطبيب، وتلك للتاجر. هذه السيارة من اليابان، وتلك من أمريكا. من أمريكا. أحسنت، ما شاء الله، بارك الله فيك. قال: هذا الرجل تاجر، وذلك الرجل طبيب. اسم التاجر محمود، واسم الطبيب سعيد. ما اسم التاجر؟ اسمه محمود. وما اسم الطبيب؟ اسمه سعيد. فالسعيد هذا طبيب، ومحمود تاجر. قال: هذا البيت للتاجر، وذلك البيت للطبيب. قال: بيت التاجر أمام المسجد، وبيت الطبيب خلف المدرسة. فأقول لك: أين بيت محمود؟ بيته أمام المسجد. طيب، أين بيت سعيد؟ بيته خلف المدرسة. نعم، فهمتم هذا؟ قال: الآن لمن هذه السيارة؟ ولمن تلك؟ يعني ولمن تلك السيارة؟ واضح؟ لمن هذه السيارة؟ ولمن تلك؟ يعني السيارة. قال: هذه السيارة للطبيب، وتلك للتاجر. هذه السيارة من اليابان، وتلك من أمريكا. إذن سيارة الطبيب سيارة يابانية، والسيارة التاجر سيارة أمريكية. واضح؟ نعم. طيب، من أين سيارة محمود؟ هي من أمريكا. ومن أين سيارة سعيد؟ هي من اليابان. فهمتم هذا؟ الحمد لله. قال لك هنا: أجب، يعني في التمارين، أجب عن الأسئلة الآتية: من هذا الرجل ومن ذلك الرجل؟ فماذا نقول؟ هذا الرجل. من هذا الرجل؟ هذا الرجل محمود، صح؟ وذلك الرجل
سعيد، وذلك رجل سعيد. طيب ما اسم التاجر؟ باري أخطأت ها؟ قال ماذا؟ إذن الجواب نغيره، هذا الرجل ماذا؟ تاجر، عفوا تاجر، وذلك الرجل طبيب. طيب طبيب، قال لك ما اسم التاجر؟ ما اسم التاجر؟ عند الإجابة، عند الإجابة نريد أن نجيب بجملة كاملة، بجملة تامة. When we respond, when we write the answer, we have to respond with a complete sentence. We don't just say one word. سعيد، محمود. لا. ما اسم التاجر؟ اسمه، اسمه ماذا؟ محمود. اسمه محمود. صح؟ هكذا. ما اسم الطبيب؟ اسمه سعيد. نعم. من أين سيارة الطبيب؟ هي من الياباني، من الياباني. طيب من أين سيارة التاجر؟ هي من أمريكا، هي من أمريكا. فنقول هنا سيارة الطبيب يا بانية، يا بانية. فهمتم هذا؟ سيارة الطبيب يا بانية، ترجموا. The doctor's car is Japanese. Japanese. It's Japanese. و سيارة التاجر ماذا؟ أمريكية. أمريكية is American. And the merchant's car or the businessman's car is American. واضح؟ الحمد لله. طيب. أخذنا سابقا تقول مثلا هذا قلم، هذا قلم مثلا هنا، أنا أشير إلى القلم هنا، هذا قلم، صحيح؟ صحيح، هذا قلم. الآن أقول لك القلم جديد، القلم جديد. نعم، القلم جديد. الآن أريد أن أشير إلى القلم وأخبره أنه جديد، فأقول هذا القلم جديد،
هذا القلم جديد. واضح؟ هذا القلم جديد. فأولا أقول هذا قلم، ثم أقول القلم جديد، ثم أقول هذا القلم جديد. هذا التركيب هنا، this sentence structure here، جديد، وهو المقصود في هذا الدرس. This is what is intended. هذا القلم جديد. واضح؟ إذا قلت لك هذا القلم، هل فهمت شيئا؟ هذا القلم، هل فهمت شيئا؟ ها؟ هذا القلم، يعني تنتظر، تنتظر، ما معنى تنتظر؟ You're waiting. تنتظر، تنتظر للخبر، للشيء، ماذا عنه؟ هذا القلم، يعني ماذا به؟ تقول هذا القلم جديد، تحتاج هنا خبر. هذا القلم جديد، هذا القلم أزرق، أزرق يعني بلو، هذا القلم أزرق، هذا القلم للأستاذ مثلا، هذا القلم للطالب مثلا. الآن فهمت شيئا، هذا القلم للطالب، واضح؟ هذا القلم مكسور، مكسور مثلا، واضح؟ طيب الآن نريد أن نترجم هذه الجمل، نريد أن نترجم هذه الجمل. يقول هذا قلم، ترجمه This is a pen. هذا قلم. This is a pen. القلم جديد. The pen is new. هذا القلم جديد. This pen. This pen. هنا نشير. ما تعريف هذا؟ اسم الإشارة. اسم الإشارة للمذكر المفرد القريب، صح؟ للعاقل وغير العاقل. فهنا بعد اسم الإشارة كلمة فيها ال، كلمة فيها ال، هذا القلم. الآن أنا أشير إليه، أشير هذا القلم جديد، كأني الآن أشير إلى هذا، هذا القلم جديد. That's why if you say هذا القلم it doesn't make sense. That pen, like what about it? This pen, what about it? Is new, is Zaid's, belongs to the teacher. Now you need, you understand? But if you say this is a pen, it's a complete sentence. This pen is new, it's a complete sentence. This pen, huh? It's not a complete sentence. That's not a complete sentence. But this is what we want to learn. هذا القلم. The difference between this. هذا القلم. الآن أشير إلى القلم. الآن أشير إلى القلم. Now I'm pointing to the pen. هذا القلم جديد. واضح؟ هذا هو المقصود من هذا الدرس. وهذه الكلمة في هذا التركيب تسمى المشار، المشار إليه، المشار إليه. أمان المشار إليه محمد بالإنجليزية، the one that's being pointed to, literally the one that we're pointing to. يعني this is, we're pointing to, we're using هذا to point to this thing here. كيف المشار إليه؟ يكون اسما محل بآل، يعني اسم فيه آل، ألف واللام. هذا الرجل تاجر، هذا الرجل طبيب، ذلك الرجل، ذلك اسم إشارة أيضا، ذلك الرجل طبيب. فعندنا هذا وذلك، وكلاهما both of them اسم إشارة،
وبعدهما after both of them اسم فيه ال ال الرجل فإذا نشير إلى هذا الاسم هذا الرجل ذلك الرجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا واضح هذا هو المقصود تعلمه من هذا الدرس بارك الله فيكم فهناك تمارين أخرى نكملها قال أين بيت التاجر نسينا هذا وهذا أين بيت التاجر نقول ماذا بي بي تو هو بيته أمام المسجد طيب وأين بيت الطبيب هو ها أمام أو خلفه خلفه ها هو خلفه ماذا المدرسة المدرسة هو خلف المدرسة نعم قال لك هنا اقرأ واكتب اقرأ واكتب محمد اقرأ محمد ابن أبي عثمان ابن عثمان محمد ابن عثمان نعم هذا الولد خالد وذلك الولد محمد هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس نعم هذا الكتاب جديد وذلك الكتاب قديم هذه السيارة لعلي وتلك لخالد لخالد نعم هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق لمن هذه الساعة؟ هي لعباس أهذا البيت للطبيب؟ قال لا هو للمدرس كيف نترجم هذه الجملة؟ ها؟ Is this the house؟ Huh? Does this house belong to the doctor? Huh? Does this house belong to the doctor? لا. هو للمدرس. No. Belongs to the teacher. Is this house? كيف نعم طيب. أكمل. أهذه الدراجة لابن المؤذن؟ نعم ترجم Does this bicycle belong to the son of the مؤذن? Huh? Or is this bicycle the son of the مؤذنس? The sons of the son of the مؤذن? يعني بتفسر يس أو تقول يعني Is this bicycle Does this bicycle belong to the son of the Mu'addin? To the Mu'addin's son? Does this bicycle belong to the Mu'addin's son? Naam, it belongs to the Mu'addin's son. To the son of the Mu'addin. Man? Man هذا الولد? هو طالب من الصيني.
أذلك البيت جديد؟ قال لا، هو قديم جدا. ترجم هذه الجملة. Is that لا ها Is that house new? Is that house new? No, it is very old. Is that house new? No, it is very old. Huh? أيوة. هذه السيارة من اليابان وتلك يعني السيارة من أمريكا. هذا السكين من ألمانيا وتلك الملعقة من إنكلترا. نعم إنكلترا يعني إنجلترا. أحسنت. هذا السكين من ألمانيا، ما معنى هذا السكين من ألمانيا؟ This knife is from Germany وتلك الملعقة من إنكلترا. And that spoon is from England. واضح هذا؟ فهنا نشير إلى هذه الكلمات. فهنا هذا الولد، ذلك الولد، هذا الرجل، ذلك الرجل، هذا الكتاب، ذلك الكتاب. نعم؟ هنا عندنا اسم إشارة، بعده اسم فيه ال، هذا الاسم يقال له مشار إليه، نقول المشار إليه. هذا الولد. هناك فرق بين أن تقول هذا ولد وهذا الولد. هذا ولد بمعنى This is a boy. هذا الولد this boy. The first one is complete sentence. The second one is not. Huh? هذا الولد ماذا به؟ هذا الولد ابن المدير مثلا. ابن المدير. The son of the مدير مثلا. قال لك التمرين الثالث. اقرأ. اقرأ المثال. اقرأ المثال الآتية. ثم حول الجمل حول الجمل الآتية مثله حول يعني change. نعم الجمل الآتية the following sentences مثله like it. قال مثال هذا كتاب هذا الكتاب لمحمد. فهنا كتاب هذه نكرة هذه الكلمة نكرة فيها تنوين. الآن بدخول ال ها صار معرفة صارت الكلمة معرفة فلا يكون في تنوين. هذا الكتاب لي محمد. This book belongs to محمد. نعم طيب هذا طبيب. هذا الطبيب من الهندي. طيب الأول هذا طبيب من الهندي ترجم. This is لا هذا طبيب من الهندي. هذا طبيب من الهندي. This is a doctor from India. هذا طبيب من الهندي. الآن نقول هذا الطبيب من الهندي. This doctor is from India. لاحظتم الفرق؟
لاحظتم الفرق؟ You notice the difference؟ هكذا. إذن هذه سيارة للمدير. This is a car for the مدير. طيب ماذا نقول هذه؟ هذه السيارة للمدير. This car belongs to the مدير. ذلك الولد ماذا نقول؟ ذلك ولد، نقول ذلك ذلك ها الولد. فنكتب هذا ونفهم المعنى. نريد أن نكتب الجملة صحيحة ونفهم معناها صحيحا. واضح؟ ذلك ولد، ذلك الولد ابن المدرس، ذلك الولد ابن المدرس. That boy is the son of the teacher. Is the teacher's son. واضح؟ تلك ساعة، تلك تلك ها الساعة من سويسرا. سويسرا سويسرا عمل سويسرا سويسرلاند. نعم. هذا بيت، هذا البيت للمهندس. هذا قلم، هذا القلم لعباس. هذا قلم بمعنى this is a pen. هذا القلم لعباس. This pen belongs to عباس. Belongs to عباس or is for عباس. نعم. ذلك رجل، ذلك الرجل، ذلك الرجل مؤذن. هذه بيضة، ما معنى هذه بيضة؟ This is an egg. هذه البيضة كبيرة. This egg is big. This egg is large. هذا منديل. This is a منديل. هذا منديل. Napkin. طيب هذا المنديل واسخ. واسخ. ما عكس واسخ؟ عكس عكس. نظيف نظيف. أحسنت. نظيف. طيب ما عكس كبيرة؟ صغيرة. ما شاء الله. هذه حقيبة. This is a حقيبة. A bag. طيب هذه الحقيبة للمدرس. This bag is for the teacher or belongs to the teacher. فهمنا؟ المشار إليه، المشار إليه. الحمد لله. قال لك التمرين الرابع، التمرين الرابع، اقرأ المثال الآتي ثم كون. ما معنى كون؟ كون ثم كون بمعنى form. Form أسئلة وأجوبة مثله. أسئلة questions وأجوبة مثله. Like it. Like the example. طيب المثال، لمن هذا الكتاب؟ قال هذا الكتاب لمحمد. هذا الكتاب لمحمد. لمن هذا الكتاب؟ نريد الآن أن نسأل أن صاحب الكتاب أو أن صاحب الشيء، وأن نستعمل اسم الإشارة للإشارة إليه، للإشارة إليه. فتقول يعني نشير إلى الكتاب، نقول لمن هذا الكتاب، لمن هذا الكتاب، لمن هذا الكتاب.
هذا الكتاب لمحمد. فهمتم؟ ماذا نقول هنا؟ الأول نشير إلى القالب، نقول لمن هذا القلم؟ ما معنى لمن هذا القلم؟ Whose pen is this? Who does this pen belong to? Whose pen is this? Who does this pen belong to? Not like this. لمن هذا القلم؟ تقول عباس. ها هذا القلم لعباس. هذا القلم لعباس. طيب ما هذا؟ طيب ماذا نقول؟ لمن هذا المفتاح؟ لمن هذا المفتاح؟ هذا المفتاح لعلي. لعلي. طيب هنا ما هذه؟ هذه سيارة. طيب ماذا نقول؟ لمن هذه السيارة؟ ها والجواب هذه السيارة ماذا؟ للمديري. طيب ما هذه؟ هذه بقرة. نعم. لمن هذه البقرة؟ لمن هذه البقرة؟ هذه البقرة للفلاح. للفلاح. كيف هنا للمدير وللفلاح كيف نكتب هذا؟ نقول للمدير بحذف همزة الوصل. للمدير. كيف نقول للفلاح؟ طيب هنا المدير. نعم نريد أن ندخل لام. فماذا نقول؟ نقول للمدير. فهمتم هذا؟ عندنا لام حرف جر وال فلاح. الفلاح هو. ماذا نقول؟ للفلاح. ها للفلاحي. واضح. المهم هنا عند اتصال لام بالاسم الذي فيه ال نحذف همزة الوصل فنقول ليل. واضح. نحذف همزة الوصل. نحذف يعني delete, we erase. قال لك هنا ماذا نكتب هنا؟ لمن هذه الحقيبة؟ حقيبة. والجواب هذه الحقيبة للمدرس. هذه الحقيبة للمدرس. للمدرس. طيب شيخ شمس الدين السادس.
لعمار، نعم لعمار صح. شيخ جمال، لمن هذه الدجاجة؟ لمن هذه الدجاجة؟ لمن هذه الدجاجة؟ نعم الدجاجة، هذه نعم لي لي بنتي، هذه الدجاجة لي بنت الفلاحي، نعم هذه الدجاجة لبنت الفلاحي، واضح؟ أبا بكر، لي ها هذه لا هذه الساعة لبني لبني المديري لبني المديري لبني المديري، نعم أبو رقية لي 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 نعم لمن هذا البيت؟ هذا البيت للطبيب، للطبيب للطبيب، نعم عبد الرحيم ميل للطالب، أحسنت. محمد خامس، لا لا هنا 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 عفوا خامس فوق عفوا هذا لمن هذه الحقيبة؟ هذه الحقيبة للمدرس، للمدرس، نعم. طيب قارئ الخامس، التمرين الخامس، تأمل الأمثلة الآتية، تأمل الأمثلة الآتية، عمل تأمل، فكر جيدا، فكر جيدا، نعم ponder to think about it deeply to reflect over. قارئ لك هنا البيت في البيت، من البيت إلى البيت، واضح؟ طيب هنا انظر المستشفى، هنا الاسم في آخره ألف، والألف حرف مد، ما معنى حرف مد؟ ما هي حروف مد؟ آ أو إي، ها ما معنى مد؟ two counts، two counts، آ هذا مد، نعم أو إي، نعم. فهنا الاسم في آخره حرف مد، حرف مد لا يصلح للضمة ولا لفتحة ولا لكسرة، لا يمكن أن تأتي بضمة هنا، لا يمكن أن تأتي بالضمة والفتحة والكسرة هنا، لأن الألف حرف مد، والمد يعني مد الصوت. المستشفى، فلا يمكن أن تقول مثلا البيت، هنا لا تقول المستشفى، لا الحركة لا تأتي، ها لا يمكن، واضح؟ It's not possible for a dhamma or a fatha or a kasra to come here because this is an elongated sound. طيب فإذا تقول المستشفى، في المستشفى، من
المستشفى إلى المستشفى. فهنا الحركة في آخر الاسم تتغير، البيت في البيت. هنا لا يمكن أن تكون الحركة موجودة أصلا، المستشفى في المستشفى. أمريكا أيضا ألف حرف مد، أمريكا في أمريكا، من أمريكا إلى أمريكا. نعم، ألمانيا في ألمانيا، من ألمانيا إلى ألمانيا. فالاسم الذي في آخره ألف لا تظهر على آخره حركة. نعم، the noun that has a ألف in the end of it، هذه ألف مكسورة، هذه ألف ممدودة، ألف مكسورة ألف ممدودة. المهم the noun، the اسم that has a ألف in the end of it، حركة doesn't show. حركة doesn't show. Why not? Because there's no way to put a حركة there. It's an elongation sound. مستشفى، موسى، عيسى. نعم، there's no way the حركة could come there because it's an elongation. واضح؟ فننتبه لهذا. يقول لك تهمل، تأمل. Think about that. Think about that. There's a whole lot to talk about here, but we don't talk about it here. Huh? الحمد لله. قال لك اقرأ واكتب. اقرأ واكتب. هذا الطبيب من انكلترا. نعم، محمد ابن اسلام اقرأ. انت معنا؟ طيب عبد السلام اقرأ. من أمريكا. أحسنت. هذا الطبيب، هذا الطبيب من إنكلترا. ذهب حامد إلى فرنسا. إلى فرنسا، يعني كسرة لا تأتي هنا. إلى فرنسا آخره ألف، آخر الاسم ألف. محمود مريض، هو الآن في المستشفى. ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنكلترا. هذا الكتاب لي عيسى. الكسرة لا تأتي، كذلك الضمة لا تأتي أيضا، حركة لا تأتي أصلا، لأن آخر الاسم ألف، ألف، والألف مد، حرف مد، صوت مد، يعني امتداد الصوت. عيسى، جاء عيسى، رأيت عيسى، هذا الكتاب لي عيسى، وذلك الكتاب لموسى. هذا المهندس من أمريكا. فالكسرة كأنها موجودة لكنك لا تراها، الكسرة كأنها موجودة لكنك لا تراها. It's like the كسرة is there because the half jar is there but you can't see it. Why can't you see it? Because the word الاسم ينتهي بألف، because it ends with ألف. نعم، والألف نوعان، ألف مكسورة وألف ممدودة طويلة قائمة. فهذه ألف مكسورة وهذه ألف ممدودة، ممدودة. قال لك اقرأ. السبورة أمام الطالب وهو خلف المدرس. أمام هذا ظرف، أمام ظرف وهو خلف، وهي خلف المدرس. السبورة، ما معنى السبورة؟ بورد، رايتنج بورد.
أمام طاربي، ما معنى أمامه؟ نعم أمامه، فأمامه والخلفة ظرف، هذا ظرف، هذا ظرف يكون بعد الظرف مضاف إليه، بعد الظرف مضاف إليه. لا تقول الظرف مضاف، لا الظرف ظرف ليس مضاف، الظرف ظرف وليس مضافا، واضح؟ نقول أمام الظرف وطالبي مضاف إليه، أمام ظرف ظرف ظرف، الظرف هو اسم، نعم هو اسم، وبعده مضاف إليه. السبورة أمام طالبي وهي خالفة المدري سي، فهنا لا تقول أمام أطالب، لا تقول أمام طالبي. لماذا؟ لأنه مضاف، لا هنا هذا لأنه مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور دائما، صح؟ المضاف إليه مجرور دائما، فهذا مضاف إليه فهو مجرور. أما هنا هذا ظرف ظرف ظرف، ما معنى ظرف بالإنجليزية؟ هنا adverb، يعني adverb ظرف. نعم ها ظرف مكان صحيح، يأتينا إن شاء الله. أها أحسنت. السبورة أمام طالبي وهي خالفة المدرسي، أين سيارة المدرس؟ هي أمام المدرسة تي. أين بيت الإمام؟ بيت الإمام خلف المسجد. طيب هنا أين بيت الإمام؟ لماذا الإمام مجرور مضاف إليه؟ هنا بيت مضاف والإمام مضاف إليه، بيت الإمام خلف المسجد، خلف هذا ظرف والمسجد مضاف إليه. نعم أين جلس حامد؟ جلس خلف محمود، جلس خلف محمود. ذهب عمار إلى المسجد وجلس أمام المحراب، المحراب المكان الذي يصلي فيه الإمام، المحراب مكان في أول المسجد الذي يصلي فيه الإمام، عرفتم هذا؟ نعم. قال الكلمات الجديدة. المستشفى، المستشفى مكان الشفاء، ما هو المستشفى؟ ها هاسبيرو. ألمانيا، جيرماني، إنكلترا، إنجلند، سويسرا، سويسرا. السكين، السكين نايف. فرنسا أمامه خلفه، نعم فأمامه وخلفه ظرف، هذا ظرف، واضح؟ هنا في الشرح قال الدرس الثامن، الإشارة إلى المعرف بآل، المعرف بآل، ما هو المعرف بآل؟ الكلمة يعني الاسم الذي فيه آل، الاسم الذي فيه ألف ولام يقال له المعرف بآل، المعرف بآل، فهمتم هذا؟ مثلا هنا تقول رجل، هذه كلمة نكرة، طيب الرجل هذه معرفة فهي معرف بآل، معرف بآل يعني صارت معرفة بدخول آل عليها، it became معرفة because of آل. تقول مثلا قلم، قلم نكرة، طيب أدخل آل القلم، القلم، فالقلم الآن معرف بآل يعني صار معرفة، صارت معرفة بسبب ال. This word became معرفة because of ال. واضح؟ So that word is called المعرف بال. الآن نريد أن نشير إلى المعرف بال. قال هذا الرجل تاجر، ذلك الرجل
طبيب هذا البيت للتاجر ذلك البيت للطبيب you want to point to a word that's definite نشير إلى المعرف بأل الاسم المعرف بأل يعني الاسم الذي فيه ألف ولام فكان معرفة بسبب ذلك هذا الرجل التاجر هذا خطأ ذلك الرجل الطبيب هذا خطأ الصواب تقول هذا الرجل تاجر ذلك الرجل طبيب واضح فهمنا هذا قال لك لمن سؤال عن الملك من صاحب الشيء لمن سؤال عن العاقل ولمن هذا البيت هذا البيت للتاجر لمن ذلك البيت ذلك البيت للطبيب واضح سهل قال أمام وخلف السبورة أمام الطلاب السبورة خلف المدرس قال أين سيارة الإمام هي أمام المدرسة أين جلس حامد جلس خلف محمود هذا خطأ هذا ليس بالصواب هذا خلف الظرف وأمام الظرف ولا يقال له مضاف إليه ومضاف لا يقال له مضاف خلف محمود جلس خلف محمود ظرف ومضاف إليه فهذا ظرف وهذا ظرف الطلابي مضاف إليه لكن هنا هذا مضاف إليه صح قال هذا البيت للتاجري اللام حرف جر اللام هنا للتاجري للطبيب للمدرس لمحمد نعم هذه أشياء يعني يشير إليها الآن في هذا الدرس الجديد قال هذا الرجل تاجر هذا الرجل تاجر خلاص هنا لا نحتاج هذا الآن ما وصلنا إلى هذا بعد وهذا fix this ليس مضاف you don't call it مضاف you call it ظرف خلاص الحمد لله من له سؤال نعم إن شاء الله الحمد لله خلاص سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس غدا إن شاء الله بعد الفجر